شكرا. صباح الخير. شكرا سيد الرئيس. صباح الخير سيدة نايبة مديرة العامة للجمعة الترابية. أعتقد سيدة مدير العام كيف مصالح أخرى سيدة زينب. وكنحيي كل واحد فيكم وكل واحدة فيكم بالاسم ديالها وبالاسم ديالكم بالصفة ديالكم باحترام لديالكم. إذا سميتي سامية البعوشي مديرة جمعية الأنفاق الكمية اللي هي شريك ديال المديرية العامة للجمعية الترابية وأيضا جمعية جبهات المغرب في برنامج ديال الشبكة المغربية للجمعية الترابية المنفتحة. إذا هذا البرنامج قبل ما ندخل في البريزونطاسيون هو كيضم 66 جمعية ترابية فيه 12 جهة و4 ديال المجالس الإقليمية و50 ديال الجامعات. فاش كنهضروا على البرنامج ديال الانفتاح او على التنميه المنفتحه هي كتطلب التعبئه ديال جميع المتدخلين بما فيهم المجتمع المدني بما فيهم القطاع العام بما فيهم القطاع الخاص طبيعه الحال باحثين واكاديميين واعلام. واكيد انني بغي نشيد باللقاء اللي كيضم هذا يعني هذا الانطلاقه الاولى ديال جمع الافكار والمقترحات يعني لاول مره في يعني عندنا بزاف الجهات ولكن اول مره كندخلوا كنشتغلوا داخل الكليه وهذه عندها ايضا يعني دلاله ديالها وهي دلاله قويه. فوالا فيما يخص المبادئ ديال الانفتاح هما اربعه ديال المبادئ. كاين المبدا ديال الشفافيه والمساءله، مبدا ديال الشراكه المشاركه المواطنه عفوا، ثم مبدا الولوج الى المعلومه، ومبدا ديال الرقمنه. هاد اربعه ديال المبادئ اللي بغيناهم يدخلوا في الطريقه ديال الاشتغال ديال الجماعات كمبادئ ولا كغايات ايضا من اجل التجويد ديال الخدمه ديال الجماعات كنهدفوا من خلالهم لتحقيق واحد ثلاثه النتائج. بمعنى فاش كنخدموا هاد اربعه ديال المبادئ كنكونوا كنتوخاو نوصلوا واحد ثلاثه ديال النتائج. النتيجه الاولى هي ان هذا المواطن يكون شريك في تحديد الاحتياجات وفي ايجاد الحلول، وهذه كنرجع لها من بعد. النتيجه الثانيه هي كتكون كنهدفوا لتحسين جوده ديال الخدمات والبرامج ديال الجماعات الترابيه. ثم النتيجه الثالثه هي تعزيز الثقه بين المواطن والجامعه الترابيه. اذا هذا جعل المواطن شريك في تحديد الاحتياجات وايجاد الحلول. بغيت نرجع لها لان دائما احنا في اشراك المواطنات والمواطنين غالبا باش ما نعممش كيكون اشراكهم في تحديد الاحتياجات ديالهم، ولكن المواطنات والمواطنين ما كيساعدوش الجامعات الترابيه ايضا في ايجاد الحلول لهذه الاشكاليات وفي التنزيل ديالها على ارض الواقع. هنا غادي نفتح واحد القوس باش نعطي واحد المثال غنعطيه من وزان علاش كنت اشتغلت في الجهه ديال طنجه تيكوان الحسيمه وفي برنامج ديال دي جي سي دي في الدليل ديال ممارسه الفضله. ومن تما شفت ذاك التجربه وكانت فعلا ممارسه الفضله اللي كتبين كيفاش المواطنات والمواطنين المجتمع المدني يقدر يساهم في ايجاد الحلول. وهنا غنعطي مثال بالهيئه ديال وزان. الهيئه ديال وزان كانت اول ما تخلقت هذه الهيئه قالوا اول خطوه خصنا نديرو هو نجلسوا مع الاعضاء ديال المجلس الجماعي سواء المسير او المعارضه من اجل اننا نقدموا بعدا شنو هي هذه الهيئه ديال المساواه والتكافؤ الفرص، شنو هي الحدود ديال التدخل ديالنا، لان حنا ماشي منتخبين، حنايا كنمثلوا المجتمع المدني، بالتالي عندنا واحد اختصاصات معينه، عندنا المجال ديال التدخل فين كيوقف، وايضا الادوار ديال المنتخب اللي هو منتخب يعني بطريقه ديمقراطيه اكسترا واللي هو كيمثل المواطنات والمواطنين. إذا كانت هذه الخطوة الأولى باش نوضحوا بعدا بيناتهم العلاقة كيفاش غادي تكون. كانت الخطوة الثانية هي أنهم غادي يصيغوا واحد رأي استشاري. إذا قالوا داروا اجتماع وقالوا حنا شنو هو الرأي الاستشاري اللي نقدموه للجماعة ديال وزان واللي يكون كيستاجب للاحتياجات ديال المواطنات والمواطنين. قالوا حنا غادي نقترحوا بقاو كيناقشوا بيناتهم خرجوا بفكرة ديال نواه جمعية. لأن كما كتعرفوا وزان ما عندهمش نواه جمعية. قالوا اذا هذا هو الراي الاستشاري ولكن بلاتي نشوفوا بعدا واش ايفيكتيفمون الوزنيات والوزنيين هذا هو الاحتياج الاول ديالهم. اذا شنو داروا؟ مشاو داروا بعدا لقاءات مع نقابات، لقاءات مع الاحزاب، داروا لقاءات مع داروا سونداج عفوا مع استغلوا واحد الفضاء ديال التوجيه في المديريه ديال التعليم وداروا سونداج مع الاولياء وامهات التلاميذ باش يعرفوا واش ايفيكتيفمون هذه حاجيه. اذا فاش داروا هاد اللقاءات التشاوريه مع المتدخلين ومع المواطنات والمواطنين لقاو فعلا بان الاولويه ديال الوزنيه في الوزنيين هما ان يكون عندهم نواه جمعيه
اذا فاش داروا هذه النواه الجامعيه قالوا اذا حنايا غادي اول يعني خطوه خصنا نديرو هي حتى المعارضه داخل المجلس خصها تكون معانا، حيت الا مشينا وحتى لا رئيس استشاري اول وحدين غيقولوا لنا لا هي المعارضه غادي يصوتوا. اذا مشاو جلسوا مع المعارضه وقالوا بان هذا راه راي ديال وزنيات ووزنيين ماشي رئيس استشاري بعينه وحده، لا المحاضر ديال لي كونسيبتاسيون اللي درنا، هذه القاعات التشاوريه اللي درنا، هذا السونداج النتائج ديال السونداج اللي درنا، اذا هذا هو راي راه ماشي ديالنا. اذا ايفيكتيف متبناته المكتب المسير وتبناته المعارضه، ثم قالوا اذا حنايا خاصنا نديروا تقنيات ديال الترافع، اذا حنا ما يكفيش اننا نصيغوا راي استشاري، حنا حددنا احتياجات ديالنا ولكن خاصنا ننتقلوا لكيفاش نزلوا هذا الراي الاستشاري، كيفاش نحققوه. اذا شنو مشاو داروا؟ قالوا مشاو هما فاش كنهضروا على الهيئه كنهضر دائما بمعيه الجماعه يعني راه بجوج بهم. اذا هما شنو قالوا؟ قالوا اذا خاصنا حنا نشوفوا واحد الشريحه واحده اخرى ما تشاورناش معاها، تشاورنا مع الوزاريات والوزارين في وزان، ولكن كاين مغاربه العالم، كاين ناس على برا. اذا ايضا داروا لقاءات اديستونس وتشاوروا مع هذوك الوزاريات والوزارين اللي خارج وزان، وقالوا واش فعلا هذا هو الراي الاستشاري اللي حتى نتوما كتشوفوا هذه حاجه او يعني ذات اولويه بالنسبه لنا كساكنه. قالوا لا. اذا داروا اجماع على ان فعلا هذا راي استشاري يعبر عن احتياج من الاحتياجات ديال مواطنات المواطنين واللي هو اولويه. اذا من بعد قالوا الا مشينا بملف غير حنا مشينا وقلنا الوزاره بان بغينا نواه جامعيه، اول حاجه غتبقى تقول لنا ما عندناش بيجي، ما عندناش عقار، ما عندناش ما عندناش ما عندناش. اذا قالوا شنو غادي نديروا؟ غادي نمشيو بعدا للجهه حتى هي تنضم لينا، غنمشيو للمجلس الاقليمي حتى هو يلتحق بنا. اذا مشاو للجهه، مشاو للمجلس الاقليمي، ولاو كيكبروا الاحلاف ديالهم الا بغينا نقولوا اللي غادي يساندوهم في الملف، ولاو كاين قناعه عندهم كاملين بان فعلا هذا واحد الاولويه اللي خصنا حنا نترافعوا عليها. اذا من بعد الجهه قالوا خصنا نشوفوا شكون هما مختصين اكاديميين واللي كيفهموا في الاداره في المساطير الاداريه اللي غيقولوا لنا شنو هي المسار المتبعه فيما يخص هذا المطلب. اذا ايفيكتيفمون داروا جابوا هاد الاطر الاكاديميين جلسوا معاهم قالوا لهم هذا المسار الاداري اللي خصكم تنجحوا. قالوا اذا خاصنا نقلبوا على لي فون، خاصنا واحد البيدجي وخاصنا واحد الوعاء عقاري. ايفيكتيفمون الجهه عطات واحد لا سيبونسيون كبيره والمديريه ديال التعليم عطات واحد الوعاء عقاري. اذا بقى لهم غير يهزوا الملف ويديو للوزاره ويطالبوا بهذه النواه الجامعيه. هذا المثال علاش عطيتو؟ عطيتو غير باش نقول بان راه امكان المواطنات والمواطنين حتى هما يبنيو علاقه تعاون مع الجماعه الترابيه من اجل تنزيل هذه الاراء الاستشاريه وتحقيقها على ارض الواقع. اذا اوتوماتيكمون بطبيعه الحال كما قلنا الا خدمنا هاد ربعه ديال المبادئ وصلنا لهاد ثلاثه ديال النتائج كنكونوا تلقائيا كنساهموا في التنميه الترابيه ديالنا. فالمقاربه ديال هاد استعمال المبادئ كاين جوج ديال المقاربات، اما كنستعملوا هاد المبادئ ديال الانفتاح كغايه ولا كنستعملوهم كآليه. كنستعملوهم كغايه بمعنى الجماعه كتقول انا في هذا البرنامج الانفتاح ديالي باغي نشتغل على المبادئ اللي هضرنا عليهم ديال الشفافيه والمساءله، باغي نشتغل انني نوصل تكون عندي مشاركه مواطنه حقيقيه، باغي نشتغل على اساس انني نوصل يكون المواطنات والمواطنين عندهم فعلا الحق في المعلومه وكتوصلهم المعلومه، وايضا استعمال الرقمنه. وكاين جماعات اخرين اللي كيقولوا حنايا بغينا فقط كآليه، بمعنى كيختاروا واحد المشاريع ديال البرنامج ديال التنميه ديالهم واحد ربعه ديال المحاور، وكيقولوا حنا هذه المحاور هذو بغينا نستعملوا فيهم الاليات ديال الشفافيه من اجل اننا ننزلوا على ارض الواقع. نعطي مثال، مثلا الجماعه بغات دير على التهيئه العمرانيه بغات تدخل فيها مثلا ديال المشاركه المواطنه، اذا هنايا غدير دي كونسيرتاسيون مع المواطنات والمواطنين مع المجتمع المدني مع المتدخلين في هذا المجال من اجل انهم تاخذ الاراء ديالهم باش تعرف كيفاش هاد الناس بغاو يشوفوا التهيئه العمرانيه في مدينه الكناس مثلا. اذا هنايا كتكون استعملت المبدا ديال الانفتاح كآليه وماشي كغايه. اذا حنا في البرنامج ديال الاعداد المشترك او البرنامج ككل ديال غيماركتو اختصارا اللي هي الشبكه المغربيه للجماعه الترابيه المنفتحه كانت بدات في دجنبير وفي يناير، كانوا لقاءات تواصليه اللي كانت في العشره ديال الجهات في لوغانسيو في لوغانسيو كاع غنمشيو لكازا والرباط. من بعد هاد اللقاء التواصليه كانوا في الولايات،
بمعنى مثلا في جهات فاس مكناس كانت في الولايه ديال فاس وكانوا كاع الجامعات اللي في جهات فاس جاوا حضروا داك اللقاء التواصلي اللي كانت شرفت عليه المديريه العامه للجامعه الترابيه واللي كانت بطبيعه الحال بالمساهمه ديال جمعيه انباك وجمعيه جهه المغرب واللي قدمت فيه البرنامج هو كيفاش جا البرنامج شنو هو الاهداف ديالو ثم كان في اللقاء التواصلي قدموا شنو هي البرامج الاخرى ديال دي جي سي تي وكيفاش ممكن الالتقائيه في هذه البرامج تحت هذا البرنامج ديال الشبكه المغربيه للجامعه الترابيه المفتحه. وكانت ايضا تقدمت واحد لو سيت اللي هو ديال الشبكه المغربيه للجامعه الترابيه دغيا باكتو اللي كان كياخذوا الفيدباك ديال الحضور الا كان عندهم ملاحظات على هذا لو سيت. ومن ثم كان واحد اللقاءات ايضا عفوا كانوا ترسلوا واحد الاستمارات لهذ الجامعات المنضويه مثلا هضرنا على فاس مكناس كاينه مكناس كاينه الحاجب كاينه وسلام كاينه الجهه ديال فاس كاينه الجامعه ديال فاس كاين مجلس الاكاديمي تصفرو والجامعات تصفرو كاينه الجامعه ديال ازور. وبطبيعه الحال هذه الجامعات كيفاش نظموا كانوا ديك خيطير اللي هي كانت 50 نقطه في لا بيرفورمانس هي اقل ما ممكن يكون عندك عاد تقدر تنخرط في هذه الجامعه. اذا ترسلات ذاك الطلب الاهتمام وعبروها بالجامعات على الاهتمام ديالهم وعبروا على الرغبه ديالهم في الانخراط في هذا البرنامج. فاذا هذو 36 جامعه هما واحد الجامعات بيلوت اللي كتبدا بالتجربه لكن في افق انها تلتحق جامعات اخرى بطبيعه الحال فاش تكون فاش يكون التاهيل ديالها. اذا صرفنا هذه المراسله هذه الاستمارات على اساس كنطرحوا السؤال على الجامعات اشنو هما المحاور ذات الاولويه اللي نتوما باغيين تشتغلوا عليهم. اذا هما اربع المحاور اللي تقدم لهم السيد الرئيس مشكور اللي اختارت مثلا جامعات ديال مكناس. من بعد كانوا لقاءات اديستونس اللي هما لقاءات تكوينيه اللي كانوا كنا كنهضروا على كيفاش يدار مثلا ان بلون كومونيكاسيون اللي كانت اللي تقدمت فيه البلاتفورم كيفاش تكون لاكسي شنو هما لي كومبوزون ديالها واش كان ايضا واش كانوا عندهم دي فيدباك على داكشي ولا لا. اذا كانت وايضا على البرنامج كان تقديم على البرنامج وايضا حتى على على يعني البرمجه ديالو الزمنيه. اذا دابا وصلنا لهاد المحطه ديال اعداد المشترك لمسوده برنامج العمل في الانفتاح ديال الجامعات. اذا هذا اول لقاء تشاوري اللي رغم انه كتكون لقاءات فيها ثلاثه ديال المتدخلين هما المنتخبين والمنتخبات والموظفين والموظفات واعضاء وعضوات ديال الهيئه ديال مساواه وتكافؤ الفرص والمقاربه بيننا لان هما اللي كيمثلوا في الجماعه المجتمع المدني. بغينا اول استشاره تكون مع الهيئه ديال المساواه المحدثه داخل الجامعه ديال الكناس ولكن من بعد غادي يكون مشاركه مواطنه رقم جوج اللي هي غادي تكون رقميه. اذا هذا المخرج اليوم هذا ورشه اليوم غادي نخرجوا الاشكاليات المرتبطه بها وغادي نخرجوا الحلول المرتبطه بكل اشكاليه. من بعد غادي تكون عندنا واحد المستوده اللي غادي من بعد غيتم الاتصال بالجامعه ديال الكناس باش غادي التحليل ديال داك المعطيات ثم من بعد فاش نحلوا المعطيات بمعنى شكون هي اللي دخلت الاتصال في الجامعه ما دخلاتش واش كاين شي مقترح ما ممكنش يكون يعني لان خاص المقترحات تكون سمارت يعني قابله للتحكيم اكسيتيرا. من بعد فاش دار هذا التحليل ديال المعطيات غادي يكون عندنا واحد المسوده ديال البرنامج ديال الانفتاح. اذا هذه المسوده اللي هي عباره عن برامج هي اللي غادي تفتح فيها واحد التشاور رقمي مع كل المواطنات والمواطنين باش فعلا نكونوا جماعه منفتحه بمعنى ديك الساعه كل الناس يكون على حقهم انهم يدخلوا لذاك البلاتفورم وانهم يقدموا الاقتراحات ديالهم فيما يخص ذاك مع المحاور سواء فيما يخص او في ذاك البرنامج المسوده ديال العمل. من ثم كناخذوا عاود لي فيدباك اللي جاوا عند الناس من بعد عاود كندوزوا للفاز الثانيه ديال لاناليز ديال ذاك لي دوني وكيكون عندنا مشروع برنامج عمل اللي هو اللي غادي يدوز عند اللجنه المختصه على افق انه يتصدق عليه في الدوره ديال الاكتوبر. اذا هذا هو يعني البروسيسوس اللي غادوز منه هذه الكونسيرتاسيون. هنا بعض الامثله اللي جاتنا من الجامعات اللي كنا حنايا تواصلنا معاهم. اذا كاينين هنايا الجامعات اللي كانوا اختاروا للانفتاح كغايه. اذا هما جامعات اللي قالت انا غادي نشتغل على تعزيز الحق في الحصول على المعلومه. كاينه جامعه اللي قالت انا غادي نشتغل على تعزيز التواصل او التتبع العمومي لبرنامج الجامعه. الميزانيه التشاركيه ولا الميزانيه المواطنه. توطيد المشاركه المواطنه الشامله. شفافيه الميزانيه. تعزيز مقاربه النوع. تحسيس بممارسه العرائض. تسريع رقمنة الخدمات، مواكبة واستحداث هيئات استشارية، ثم تشجيع الابتكار العمومي. إذا هذو أمثلة على بعض الأجوبة اللي جاتنا من الجامعات واللي اختارت هذه الأربعة ديال المبادئ ك يعني كغاية باش تشتغل عليهم في البرنامج ديال العمل ديالها ديال الانفتاح. إذا كاينة أجوبة وحدة أخرى اللي اختارت جامعات أخرى اللي اختارتهم ك
آلية. إذا هنايا اختاروا بعض الاختصاصات ديال يعني مجلس ديال الجامعه الترابيه، وهما اللي بغاو يخدموا فيهم مبادئ ديال الانفتاح، مثل احداث وصيانات المنتزهات الطبيعيه، المحافظه على البيئه، تطهير السائل الصلب ومحطه معالجه المياه العادمه، توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، السهر على احترام مخططات توجيه التهيئه العمرانيه وتصاميم التهيئه والتنميه، المحافظه على خصوصيه التراث الثقافي المحلي وتنميته، الاناره العموميه، احداث المركبات الرياضيه والميادين والملاعب الرياضيه، الاصوات الجماعيه والسير والجولان وتشويه الطرق العموميه. اذا هنا هذه الجامعات اختارت هذه الاختصاصات هذو باش تدخل فيهم المبادئ ديال الانفتاح. اذا هنايا هي بغات دير الانفتاح كآلية وليس كغرض. مخرجات ديال اليوم، كيفاش غيتم هاد الاقتراحات ديال اليوم؟ اذا هنايا عندنا اربعه ديال المحاور، بمعنى خاصنا اربعه ديال لي جروب. هاد اربعه ديال لي جروب كل جروب كيكون فيه مستشارين وموظفين وهيئه، وكيناقشوا لنا هذاك المحور شنو هما الاشكاليات المرتبطه به. من بعد كل اشكاليه كنعطيوها الحل ديالها، وشنو هو المبدا من المبادئ ديال الانفتاح اللي غادي نخدموا فيها، وشنو هما النتائج اللي غنوصلوا ليها. واش غادي نوصلوا لتعزيز الثقه ما بين المواطنين والجامعه؟ واش غادي نوصلوا يكون ان المواطن كيشارك في تحديد الاحتياجات ديالو ايضا في ايجاد الحلول، ولا في تحسين جوده الخدمات في الجامعه، او ثلاثه او جوج. اذا كيفاش غندبروا هذه الاقتراحات؟ كنت شرحتها. اذا غادي نشروا الاقتراحات في موقع ديال الشبكه ديال غيلاكدو، من بعد غيتفتح المجال للمشاركه للجامعه الرقميه اللي تقدم المقترحات والافكار. غيتم تحليل المجلس الجامعي للاقتراحات بطبيعه الحال بالمواكبه ديال جمعيه انفاك. فقط هنا الاشاره ان الاولويه غتكون الاختصاصات الذاتيه ديال الجامعه، لان الاختصاصات الذاتيه كتكون الجامعه عندها يعني حريه اكثر انها تنزلها، بعكس فاش كتكون في الاختصاصات المشتركه كيكون خاص التدخل ديال القطاعات الاخرى، ولا كتقدر تعطل في التنزيل ديال البرنامج ديالها. اذا من بعد كيتم صياغه المجلس الجامعي لمشروع برنامج الانفتاح، ثم كيتفتح عليه تشاور عمومي حول مشروع برنامج الانفتاح، ومن بعد كما قلت كيدوز اللجان الدائمه، ومن بعد كيدوز التصويت عليه في الدوره ديال اكتوبر كابعاد تقريبا. اذا هي المنهجيه هي نفسها، هذه هي يعني التقديم ديال اليوم حول كيفاش كنشتغلوا، شنو هما الاهداف اللي باغي نوصلوا اليوم. كان عندكم شي سؤال؟ مرحبا. من قبل بغيت غير ناكد على عندنا لاصال 23 و 24 هما اللي غنديروا فيهم لي زاتوليي، خاصه التمثيليه ديال هاد ثلاثه ديال المتدخلين اللي هما المنتخبين واللي هما الموظفين والموظفات وايضا الاعضاء والرؤساء ديال الهيئه. وبغيت نقول حاجه واحده اخرى، حيت دائما في لي زاتوليي دائما كتستقلنا كيقول لك انا كنفهم في المشاركه المواطنه، ماشي في المشاركه المواطنه، ماشي تخصص، يعني ماشي بالضروره كتشتغل على واحد المحور غتمشي ليه. فقط الموظفين والموظفات هما اللي كيمشيو للتخصصات ديالهم، لان هذا هو التخصص ديالهم، هو اللي كيفهم فيه. فيما يخص الهيئه والمستشارين والمستشارات كيجلسوا فين ما كان، علاش؟ لان راه بامكانهم يعطوا ارائهم فين ما كان، يعني في اي موضوع كيقدر يعطي وجهه نظره في هذاك الموضوع. شكرا. شكرا إلا كاين شي سؤال على المبادرة، وإلا فيما يخص الاقتراحات ولا يعني المواضيع كلها اللي تم الاقتراح فيها، غادي يكون نقاش في الورشات. لكن شي حاجة اللي ما مفهوماش على الانيسياتيف. إذن نمشيو للورشات. شو الورشات؟ مرة أخرى شكرا للجميع والإخوان والأخوات من الورشات.